بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لخطوات تصميم الرافت فاونديشن باستخدام الطريقة الكونفنشنال، هنتكلم النهاردة عن الجزء السادس من شابتر 7 اللي هو الرافت فاونديشن. احنا اتكلمنا قبل كده، عرفنا الخطوات، ملخص الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده، جبنا الأحمال بتاعة الرافت كلها وجبنا مكان المحصلة بتاعتي وجبت الـ MX والـ MY، وبعدين جبت الخواص بتاعه الرافت، جبت الاريا وجبت الانيرشيا في اتجاه اكس والانيرشيا في اتجاه واي، وبعدين ابتديت اجيب الاستريسز تحت كل نقطه من تحديد الشرايح. يعني انا لو انا عندي رافت زي ديت 1 2 3 4 في 3، انا عندي 12 عمود، هيبقى عندي هنا في شريحه عرضها بي 1، شريحه ثانيه عرضها بي 2، بي 3، بي 4، وهكذا بقى بي 5، بي 6، بي 7. المهم ان انت عندك كل الشرايح ديت، هتجيب النقط بتاعه التقاطع بتاعه الشرايح مع بعضيها واجيب الاستريسز تحتيها. السؤال بقى اخد انهي استريسز فيها، دي ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. طبعا لو انت خدت شريحه زي اللي انت شايفها ديت، الشريحه ديت في عمود هنا موجود وفي عمود هنا موجود وفي عمود هنا موجود، الاستريسز هنا نون يونيفورم، هنا غير 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 هنا، لا هنجيب ستريسز الايه الافريج، يعني هجيب الايه الكيو مين افريج عندي. طيب الكيو افريج لو ضربتها في الطول بتاعه القاعده كلها اللي هي ال هنا مثلا، فهنلاقيها لا تساوي مين الاحمال بتاعتي اللي هي مجموع احمال الاعمده دي. فنبتدي نعمل ايه؟ نعمل تصحيح للاعمده ديت والايه الكيو بتاعتي. ازاي؟ هجيب البي اللي جاي من الكولوم كلها واجيب البي اللي جايه من الكيو كلها، طبعا الاثنين لا يساوي بعض، فهبتدي اجيب البي مين افريج. بي افريج عباره عن مين؟ البي كولوم زائد البي مين اللي جايه من الكيو على مين؟ على الاثنين. وابتدي بقى امثل بقى، اطلع اصحح الاحمال بتاعت الاعمده ديت، يعني كل عمود من ده هيتضرب في مين؟ يعني عندي حمل عمود اروح اضربه في فاكتورز بتاع التصحيح. ايه فاكتور التصحيح؟ عباره عن البي افريج اللي انت جايبه على البي بتاع مين؟ الكون. طب والكيو افريج؟ لا هجيب برضك الكيو افريج اللي هو المصحح. اجيبه ازاي؟ اجيب الكيو افريج ده واضربها في مين؟ في البي بتاعت الكيو بي بتاعت الافريج على البي بتاعت مين؟ الكيو. يبقى في الحاله ديت جبت كيو افريج مصححه وجبت بي كولوم مصححه. اكيد لو انت حطيت الاعمده ديت وحطيت الكيو هنا اللي هي الافريج المصححه وهنا البي كولوم المصححه، لو جمعت الاعمده ديت احمالها كلها وضربت الكيو في المسافه ديت، هتلاقي ده بيساوي دوت، عشان نبتدي نعمل الستريننج اكشن، ودي الخطوه القادمه ان شاء الله. شكرا.